السلام عليكم ومرحبا بكم. يلا نديرو دويرة صغيرة في لو جاردان، نشوفو الأعشاب اللي كنت زرعت في نوصلات. إذا كتشوفو الطماطم هي راه بدات كتنوض، غادي نمشيو نشوفو القرعهم. هادو لي بلاد، لي بلاد بحال لي زابينار، بحال السبانخ، كيشبهو السبانخ. القرعان او كوجيت، اذا غادي نقطع هنا. باش كتقطعوها كتجيو تاخدوها من هنايا، كيبان لكم فوالا. اذا كنجربوها، غادي نقطع حتى هادي. بالنسبة للجاردان، نتوما كتشوفوا الخس، البسباس، البوارو، دا الزعتر، الشيبة، قزبور، كما كتشوفوا ريحتو زوينة. هذا البسباس، الفليسات كيتساراو، القط ديما مع البرك.
بهذه الجولة الصغيرة كنقول لكم شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.